أقرأ المنتخب الوطني لناشئي كرة القدم أمس الأحد أول تمرين في معسكره الخارجي بالعاصمة المصرية القاهرة في إطار التحضيرات التي يجريها استعدادا للمشاركة في النهائيات الآسيوية التي ستقام في تايلاند خلال الفترة من 15 يونيو وحتى 2 يوليو من العام الجاري ضمن المجموعة الأولى التي تضم منتخبنا وتايلاند وماليزيا ولاوس. التمرين كان خفيفا بحسب المنسق الإعلامي للمنتخب وركز الجهاز الفني على إخضاع اللاعبين للاستشفاء بعد رحلة السفر، ومن المتوقع أن يلعب المنتخب في معسكر القاهرة 3 مباريات تجريبية مع أندية مصرية قوية، وسيلتحق بمعسكر القاهرة اليوم الاثنين لاعبا المنتخب غسان نبيل برادة الصقر تعز وعلي محمد أحمد من خيبر المهرة، واستدعى الجهاز الفني 10 لاعبين من أبناء اليمن في الخارج وهم أحمد عبد الخالق من سلطنة عمان وعلي عدنان محمد حسن من الإمارات وزيد محمد يحيى النمري من فنلندا وسلطان حفظ الله صالح نهشل من المملكة العربية السعودية وبسام فؤاد علي بن سودان من السعودية أيضا وعمر علي القرشي من أمريكا وإبراهيم فهمي محمد اليزيدي من فنلندا ومحمد رمضان شوعي من السعودية أحمد نجيب عبد الرحمن الأغبري من الإمارات وأسامة خالد عبد الواحد حميد من الإمارات. وطبعا بحسب المنسق الإعلامي وصل مساء أمس الأحد اللاعب إبراهيم اليزيدي، فيما بقية اللاعبين سيصلون خلال هذا الأسبوع. وحضر التمرين المهندس حسن بشنفر نائب رئيس الاتحاد. طبعا الخطوة جميلة وأن يتم فتح الباب لإتاحة الفرصة لليمنيين المهاجرين، هذه خطوة جبارة وبلا شك ستنعكس إيجابا على أداء المنتخب لما يتميز من خبرات عالية بحكم أنهم يلعبون مع أندية تمارس كرة القدم بشكل حديث وبالذات في دول الخليج وأوروبا وأمريكا. لكن السؤال الأهم في هذا الجانب، تعرف أن الاتحاد الآسيوي لا يمكن أن يشارك أي لاعب إلا بوجود البطاقة الشخصية، وهؤلاء اللاعبين بلا شك لا يمتلكون البطائق الشخصية وإنما يمتلكون الجوازات. فما قدرة الاتحاد العام لكرة القدم للتعجيل باستخراج البطاقات الشخصية لهؤلاء اللاعبين إن كانت إمكانياتهم وقدراتهم تؤهلهم للتواجد ضمن قائمة كتيبة الكابتن محمد حسن البعداني؟ كل التوفيق، وإن شاء الله بإذن الله الأيام القادمة سنشاهد أداء مميز وبشكل متطور وبشكل أيضا لافت لكتيبة الأحمر الناشئ. إلى اللقاء.